فريق نادي النصر وكذلك من امام الحزم ضربة موسى ديمبلي. هذا هو جيرارد ستيفن جيرارد التاريخ الطويل الى جانب ليفربول فريق الكبير النادي الاهلي المصري. الكره تعود الى فيتسينيو ينقل اتجاه الكره البرازيلي المحاوله من الخطيب ولكنها بعيدة إلى خارج أرضية الميدان التي حضرت في مباراة هذا المساء. محاولة مستمرة موجودة والكرة تتخلص خطيرة لمنصور حمزي أخطر اللاعبين لفريق الخليج منصور حمزي ولكن الكرة تتخلص. هندري في الجانب الأيسر التمريرة موجودة ممتازة الكرة على اليسار الخطيب عرضية تصل المحاولة بعيدة إلى خارج موجودة ممتازة الكرة على اليسار الخطيب عرضية تصل المحاولة بعيدة إلى خارج أشهر تجاربه كانت إلى جانب بورتو هنالك في البرتغال كرة إلى فيتسينيو عدى فيتسينيو راح فيتسينيو وتقدم يحاول برازيلي يمشي كرة ممتازة خطيرة جدا ولكن محاولة مستمرة ترجع الانطلاقة إلى سانوسي سانوسي خطير جوردان هندرسون ينقل اتجاه الكرة علي هزازي من نصف ساعة الأول من الزمن من زمن الشوط الأول شريف يلعب كرة جميلة محاولة خطيرة رؤية فابيو فابيو شريف لفابيو مارتينيز عدى وتلاعب وسدد الكرة بكل قوة وبالتالي الكرة في شباك الاتفاق 1-0 لأبناء الدان. يظهر الاتفاق في الشوط الثاني لكن الاتفاقيون يبحثون عن ظهور الاتفاق في الشوط الأول. جماهيريا يشاهد السعادة من الجماهير الحاضرة بواحد صفر عن طريق فابيو مارتينيز. هل من شيء قبل نهاية هذا الشوط؟ الكرة إلى فيتسينيو يتقدم البرازيلي جميلة الخطيب حط الكرة لموسى ديمبلي داخل منطقة الجزاء يحاول موسى فيتسينيو بعيدة إلى خارج ترسل المحاولة هوساوي يخلص الكرة هزازي هندرسون حط الكرة وارسلها ممتازة على اليسار الهجوم إلى فيتسينيو 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 يحاول عرضية ترسل الكرة إلى هزازي ولكن الكرة إلى جوردان هندرسون للناحية اليسرى فيتسينيو يحاول التقدم البرازيلي الخطير فيتسينيو عرضية موسى ديمبلي والكرة إلى ركنية فيتسينيو يستعد لها فيتسينيو يلعب كرة بالرأس ولكن الكرة تتخلص التغطية وتدخل في التوقيت المناسب خطيرة جدا فيتسينيو يتقدم بالمهارة ممكن يمر يعدي فيتسينيو عدى فيتسينيو بالرأس والكرة تتخلص ترجع فيتسينيو إلى خارج أرضية الملعب فيتسينيو يلعب كرة أمامية بالرأس والكرة سهلة إلى حارس المرمى لشريف كنترول من شريف يحاول يتقدم يمشي كرة أمامية خطيرة 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 ينقل اتجاه الكرة فيتسينيو فيتسينيو تمريرة للأمام بالرأس تعدي وتمر روبن كوايسون كوايسون خطير المحاولة كوايسون جول الله ضاعت من كوايسون ولكنه كان متسلل. مشاهدينا الكرام متابعينا عبر قنوات اس اس سي الكرة تعود إلى سيهج من جديد خاطئة من سيهج ترجع الكرة لمصلحة الكوماندوز الخطورة قائمة عرضية ترسل وحارس المرمى يخلص في هذه الأثناء مشاهدينا الكرام يطلق حكم القاصة جوردان هندرسون فيصل الغامدي فيتسينيو موسى ديمبلي وروبن كوايسون فيتسينيو خطير فيتسينيو تصويبه إلى خارج أرضية الملعب مباشرة فيتسينيو 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 يا سلام يا فيتسينيو يا سلام يا روعتك يا با.
كافيتينيو يا جمال كافيتينيو اشتعل المدرج الاتفاقي، قلت لكم بأنها ستكون خطيرة. فيتينيو شوف، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على فيتينيو، حط الكرة في الجول. مباراة الأهداف الجميلة، مباراة الكرات الجميلة، مباراة اللقطات المخادعة. جيرارد يقول بالعقل يا فيتينيو، بالعقل. الانطلاقة إلى فيتينيو، مباراة كبيرة يقدمها فيتينيو. موسى ديمبلي كنترول، عودة الكرة إلى فيصل الغامدي، حط الكرة إلى فيتينيو. شوط ثاني سريع، روبن كوايسون، تصويبة من كوايسون لخارج أرضية الميدان. هندرسون حط الكرة على اليسار، الاتفاق شكل ثاني في الشوط الثاني، والمحاولة والخطورة والاتفاق كاد أن يسجل. فيتينيو يتقدم، ترجع لموسى، جميلة من ديمبلي، حلوة الكرة الماضية، وبالتالي الكرة التي عدت إلى خارج أرضية الميدان. جماهير الاتفاق تشجع فريقها بكل قوة هنا في استاد الأمير محمد بن فيصل للناحية اليمنى. المحاولة موجودة إلى روبن كوايسون، جميلة الكرة للاتفاق، خطيرة. هنا الخطورة، هنا المحاولة، هنا فيتينيو، هنا الاتفاق، هنا هيدرسون، هنا كرة بالراس، خطيرة خطيرة الكرة. الهجوم الآن موجود، هندرسون يتقدم، يمشي كرته، سنوسي، حلوة الكرة، اتفاقية، ولكن الكرة سهلة. لا تزال الفرصة قائمة لصالح الكوماندوس. موسى ديمبلي، ديمبلي، أوه، خطيرة كرة موسى ديمبلي، يا لها من كرة يا موسى ديمبلي. كاد أن يسجل الهدف الثاني لصالح الكوماندوس. ولا هي الجناح الأيسر، هجوم الآن قائم، وكرة خطيرة إلى حارس المرمى. كرة تفتك الآن من كويكبي، يحاول محمد الكويكبي، خطيرة ولكن التغطية. هندرسون يمشي كرته، الكرة إلى الكويكبي، يحاول محمد الكويكبي، يعدي يعدي، يلعب كرة عرضية ولكن حارس المرمى. هذه الهجمة، الكرة الأخيرة مصلحة الاتفاق. روبن كوايسون، تقدم موجود وحاضر، كرة خطيرة موجودة مستمرة، تصويبة قوية كادت أن تكون يا غامدي، كادت أن ترسل الكرة إلى شباك سيهيك. شوف المحاولة الماضية، لولا تدخل سيهيفاق يريد أن ينهي المباراة كما يريد. محاولة بالرأس، بالرأس، ترجع الكرة، الله، أوه، على الكرة الماضية، الكرة مستمرة ترسل للأمام، بالرأس تعدي ولا تزال إلى خارج أرضية الملعب. شوف حكم المباراة، شوف الكرة، هنالك لمسة يد. نعم مشاهدينا، سيداتي وسادتي، أصدقائي، أينما كنتم، يطلق حكم اللقاء الصافرة معلنا عن نهاية هذه المباراة بتعادل الإيجابي بين الاتفاق والخليج 1-1. حبايب في كلاسيكو الشرقية.